أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فرد إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. لقد حث الإسلام على قضاء الحوائج وفعل الخير، قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عن أصفيائه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ضعف فليعطيه على من لا ضعف له، ومن كان له فضل من زاد فليعطيه على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي لا يوجد بيننا من يحتاج أي ضرب من ضروب الحاجة. كما إن قضاء حوائج الناس يعد من الصدقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعيد الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. ولقد اهتم الخلفاء الراشدون
لقضاء الحوائج، وكانوا يكتبون إلى ولاتهم بذلك حتى جعلوا ديوانا لقضاء الحوائج. فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري إنه لم يجد للناس وجوه يرفعون حوائج الناس إليهم، فأكرم وجوه الناس. فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم والرسمة. وكان عمر بن الخطاب إذا بعثه ماله شرط عليهم فقال: ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة. وعن أبي الحسن في سنن أحمد والترمذي قال: قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. وليس من شأن المسلم أن يرتضي لنفسه إطاعة الظلم لنفسه أو بأخيه، أو أن يدع أخاه خبيثة بيد ظالم يضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرق عن مسلم قربة فرق الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وشتان ما بين قربة الدنيا وقربة الآخرة، فإن قضاء حوائج الناس سبب للنجاة يوم القيامة. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإن السعي في تفريج القربات وإزالة الهموم سبب للثبات على الصراط يوم القيامة، الذي هو أرقى من الشعر وأحد من السيف. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق الضريب. فعند أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم كلوس في الطريق، قال: إن كنتم لا بد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا المظلوم. ومن نعم الله تعالى على العبد أن يسخره الله لقضاء حوائج الناس. وإن إغاثة المظلومين والسعي في تسبيب قربهم سبب لدوام النعم. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويصبها فيهم ما بذلوها، فإن منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. ويقول ابن حزم رحمه الله: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويخبرهم السلطان على ذلك، وإن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك،
وبمسكن يمدهم من المطر والشمس وعيون المارة. وفي ذات المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من يشتري بئر قومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي بأخي النبي صلى الله عليه وسلم وسبى لها للمسلمين. إن أصحاب النفسة والنموءة لا تسمح لهم نفوسهم بالتأخر أو التردد عند رؤية ذوي الحاجات، فيتطوعون بقضاء حوائجهم طلبا للأجر والثواب من الله تعالى. فهذا نبي الله موسى حين قام هاربا من بطش فرعون وقد أصابه المعياء والتعب، انظر ماذا قال الله عنه في كتابه الكريم: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يصبرون ورشد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نصفي حتى يسلم الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول العلماء: فلما دعا بهذا الدعاء بعد أن آمن وعمل صالحا رضى الله الأمن والبيت والزوجة والعمل والنبوة بالضعفة قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن عدم الانتصار للضعفاء وعدم الأخذ على أيدي الظالمين المخذلين مكسبة للخذلان من الله جل وعلا والعياذ بالله، ومانع لمعيته جل وعلا ونصرته لنا، كما جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقتل امرأ مسلما عند غصن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا كتبه الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتاب فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فمن مظاهر إغاثة المكروبين نصرة المظلوم، فقد كان أبناء الجاهلية يتناصرون في الخير والشر، وأراد الإسلام لهذا الخلق أن يستمد بوجهه الخير معطيا له معنى جديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أما رأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجده أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ومن مظاهر إغاثة المكروبين الدعاء بضعف الغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بضعف الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. ويقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإغاثة الملهوف صدقة من العبد
له اصلها وبرها. فعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقه، فان لم يجد فيعمل بيده فينسع نفسه ويتصدق، فان لم يستطع فيعين ذا الحاجه الملهوم، فان لم يفعل فيامر بالخير، فان لم يفعل فيمسك عن الشر، فانه له صدقه. وان الاسلام قد اعطى مفهوما شاملا لاغاثه المكروه، يقول سبحانه: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم اكف مأمنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من عقوبة الغدر، فقال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع عن كل غازل لواء يوم القيامة، فقيل: هذه غضبة فلان ابن فلان. اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وهذه نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. اللهم فرج قلوبنا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، واصرف السوء عنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، كلمة سلاما، صفاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله